يملك مشاهد مسرحية النمرود التي كتبها حاكم إمارة الشارقة وقدمتها فرقة مسرح ديار الراقص سوى أن يستشرق الأحداث الجارية حاليا والتي تعكس أجواء الربيع العربي وثورة الشعوب ضد حكامها. تحكي مسرحية النمرود قصة القضاء على الشر وانتقال السلطة من ظالم لآخر، وقد عرضت بأسلوب مسرحي بسيط مفعم بتفاصيل تعكس الصورة الرمزية. المسرحية بتحكي عن واقع إنساني قبل ما تحكي عن واقع فلسطيني أو عربي، بتحكي واقع هذا الإنسان اللي بطبعه فيه حب للسلطة وحب للطغي على الناس وللتحكم بآراء الناس ومعتقداتهم وحياتهم. قصة النمرود قصة إنسانية، بدي أفصلها عن أي واقع سياسي أي واقع عربي. لما أي إنسان بيحصل على القوة سواء كان بالصدفة أو بشكل متعمد، إذا لم يكن جاهز إنه يكون مسؤول عن هذه السلطة بيتحول بشكل تلقائي إلى صاحب سلطة سلبي. حضور المرأة الثائرة كان واضحاً ولكن ليس محورياً. مجيء المرأة الثائرة جاء بمحض الصدفة، واستطعنا أنه نربط وجود المرأة الثائرة بشخصية المرأة الفلسطينية الثائرة أو المرأة المصرية التي قاومت والمرأة الليبية والنساء اللي تواجدوا بشكل قوي في قضية الربيع العربي. دور بالمسرحية المرأة الثائرة، المرأة الثائرة اللي هي بتشجع الناس على الثورة، يعني بيكون الملك الضحاك هو يعني معجب عليهم، قتل، ظلم، استبداد، فهي بتقود الشعب للثورة. العمل جمع كبارا وصغارا في السن، كل كانت له بصمته في تقديم هذا العمل المسرحي. وتعد مسرحية النمرود ثاني الأعمال التي قدمتها الفرقة بعد عرضها لعمل لوحات خائفة بالتعاون مع مجموعة مسارح الشارقة. ويعكف أعضاء فرقة ديار الفلسطينية حالياً على كتابة مسرحيتهم الثالثة بعنوان خارج المكان، المقتبسة عن رواية فلسطينية.